الرحيم. هكذا مشاهدينا الكرام تواصلنا مستمر واشواطنا مستمره. تابعنا الشوط الماضي يذهب مع شاهين محمد بن سالم بن عيد المهيري 4:31 وانتقلنا الى شوطنا 13 بمجموع هذه الاشواط. الشوط 13 يحمل فئة الابكار. نسير الى البداية الى البادية مع البداية الاولى هنا لعلي بن راشد بن مطر بن مسعد النيادي، بينما ننتقل الى المركز الثاني الشاهينية خادم بن سالم بن علي العويسي على ثاني الاسماء، بينما ننتقل الى المركز الثالث ريمة هنا قادمة وباحثة على النقطة الثالثة بهذا الصباح مع شعار الكليلي بشعار سعيد بن محمد الكليلي، بينما ننتقل إلى المركز الرابع أنغام لأحمد بن سالم بن عيد المهيري قادما مع أنغام بهذا المسار. المركز الخامس هنالك القادمة ايضا بالمركز الخامس هذه السهوة هنا لمحمد بن مطوع بشمال الظاهري، واشوف الشعار القادم هذه مزون خالد بن هادي بن بيحان المنهالي قادما بقوة بهذا المسار. ولكن نعود الى الصدارة الاولى. ما شاء الله تبارك الله يا هذا الانفراد، بدأت لا تغادر لائحة الكيلو، تغادر المنعطف الأخير، تغادر لائحة كيلو التحديات. هنالك بداية هذا الشوط مع البادية. ركز يا أبو راشد علي بن راشد بن مطر بن مسعد النيادي من يقدم لنا البادية بهذا الشوط، بهذا الاندفاع المميز، بهذا التحرك. الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، من دفعه الى الفوز، من دفعه الى الناموس والى النصر هنا بشعار علي بن راشد بن مسعد النيادي. روح يا ابو راشد روح. وصلنا ال 500 المتر الاخيره، ال 500 المتر النهائيه، وعصاها في الابطال ما قالها شيء، لم تصدر عليها الاوامر حتى الان. هنا الباديه قامت راسي ولا زالت على راس الشوط. المركز الثاني وصلت الشاهينية خادم بن سالم بن علي العويسي، ولكن خلاص سلام يا بن مسيحد، سلام يا ميادي، سلام ينادي الفوز، بدأ ينادي الفوز مع البادية وعصاها في الابطال. ما شاء الله عصاها في الابطال بدون اي اوامر ولا اي تعليمات. اشكرك يا ابو راشد على هذا العرض المميز، علي بن راشد بن مطر بن مسعد النيادي. المركز الثاني وصلت الشاهينية خادم بن سالم بن علي العويسي، والمركز الثالث مزون خالد بن هادي بن بيحان المنهالي، والمركز الرابع انغام لاحمد بن سالم بن عيده المهيري، والمركز الخامس
تصل ريمة لسعيد بن محمد الكليلي العامري على خامس التحديات. التوقيت الزمني 4 دقائق و32 ثانية و80 جزءا من الثاني.